تونس بصفة عامة تتمول من ثلاث مناطق كبرى، معناها من الشمال الغربي بالأساس، ومن بوزيد، ومن بعض مناطق أخرى على غرار قروان وغيره. والمناطق هذه هي مؤمنة في بعض النقاط الأمنية، ولو أني مش مجال اختصاصي، ولكن مجال اختصاصي في مجال اختصاصي أنه إذا كان الفلاح العادة، خطر التموين كيفاش يتم، هو التموين يتم معناها نحكي على مش في الأسواق المواجهة، في الأسواق الرسمية والمساحات الكبرى والمحلات التجارية وغيره، التموين يبدأ من الليل معناها عموما. لكن الليل يولي في تونس ما عادش آمن، يولي وقتها ما عادش تم إمكانية باش الفلاح يخرج بالليل، لأنه يعني ما يشوف شيء في الليل هو. فهمت، ما نجمش، ما عندوش رؤية كافية باش يميز الساعة قبل كل شيء، النقطة اللي قدام شنو هي، المسلك يولي ما عادش يعرف المسالك، فما مسالك أقصر اللي هي تكون آمنة من مسالك الوعرة اللي ساعات مش آمنة، خاطر ديما فما ديما تبقى زوج مسالك، مسلك وعر يبعد عليه الفلاح، ومسك رغم اللي كثير وساعات يمشي فيه، بس هنا التأمين هو مش كثير، يعني يكون فهمتها كبيرة برشا. ويطلب معناها نوع من تجميع المزودين في منطقة معينة، معناها التعبوتين في منطقة معينة باش يصير الاسكورت نتاعهم، باش يصير المرافقة، فهمتها؟ معناها التأمين والمرافقة في حد ذاته مشكل كبير برشا. أنا راه تقدم الفلاح ما نجمش ما بيعش سلف، هذا من باب المستحيل. نمشي خليها تقزز عنده هو، فهمتها؟ لكن المشكل أنه باش يولي يبيعها مخر. إذا كان يبيعها مخر باش يلقى خلل في أوقات التزويد. وأوقات التزويد راهي أوقات مضبوطة، مربوطة بقوانين، مربوطة بتراتيب، مربوطة معناها البلاد ما نجمش تعمل تخرج تقضي الأربع نتاع العشية مثلا، فهمت؟ خاصة في أسواق شعبية وغيره، لما تقضي تقريبا بليون بليون، بالتالي تيجي يحمل معناها كلفة أخرى، وتولي ما عادش سوق الجملة يندثر تماما، ينجم يندثر. تولي المعاملات معناها بينية، بينية، فهمت شلون؟ بينية معناتها أونتر بارتي، كونون. تولي سوق الموجه تاخذ بعد كبير ياسر، فهمت؟ وتولي حتى بيت الفلاح يلزم مرافقات اكبر، معناتها لازم يخرج هو ولده ولد عمه الى اخره، يلزم سكراب وكتراء وكرهبة تكشف وكرهبة تتبع، فهمت شنو نقصد؟ معناها هنا المنحة هذايا بالطبيعة بتتعقد، لا على اخي توا هذايا تكنيك جديدة في الرياض، اللي يظن الرياض في تونس موجه قاعدة تنقص راه يحلم، يحلم، لأنه يعني أنا شخصيا أعطيت كل الرياض تقضي 4 مليار دينار، والرياض هذايا شايف سنوات معناها اللي معناها السنتين الاخيرتين اللي في الدكتور الترويكا، ووقتها غادينا طرف على الرياضيين نتاع الشعامبي، وقلنا معناها وغادينا طرف على الخيمات الدعويه والثقافه الجديده اللي بشروا بها اولادنا هذوما. وعلى كل حال ماذا بين حملوا الناس هذوما مسؤوليتهم، هذه الحال اللي يحكي على الرياضيين معناها في الشعامبي يقول يعملوا في الفوتينغ، معناتها يتحمل مسؤوليه كامله اليوم في الوضعيه، لانه ما وقعش اتخاذ اجراءات توقف كافيه. اليوم احنا باش نخلصوا ثمن غالي جدا، لانه كلفه التموين وكلفه الحراسه، وحتى خاطر تنجم تمشي نوعيه اخرى العمليات الارهابيه، حرق محاصيل، تدمير منشات حيويه. انا ما خافش على الفلاح برك، عندنا منشات حيويه، عندنا مصانع تخدم مواد خطره بالنسبه لي انا، اي مصنع واي وحده انشائيه فيها مواد خطره هي بتقع تلعينها بحراسه خاصه، ولكن شنقول نقول مجاز المخلوق كان خالق، معناتها اليوم ما نجموش نوفروا حراسه لكل شيء، راهو الامن نتاعنا اللي اي تي في هو والجيش عنده تجلس في الشارع وشتت، وقع تشتيت هو معناها خاصه خاصه من طرف المجموعات الارهابيه اللي نحكيت عليهم، معناتها الماجوره معناها العصابات اللي خرجت بعد الاحداث سوا ديزون والريكلامي، معناتها دي مانيفستاسيون فاسيتيك بارابور للزيادات تاع التاكس وكل شيء، هم ماجورين هذوك. الامن اليوم مشتت قاعد، وراو مع معناها العدد المسلحين اللي موجودين في تونس مش واحد ولا اثنين، راو بالالاف. هذا نجم ناكده لك، واكدته عديد تقارير ودراسات معناها الامنيه اللي نتحصلوا عليها، والمخاطر والارهاب راو القصد بتاعه الاساسي هو ضرب الاقتصاد في مفاصله معناها الحيويه، هذاك القصد النهائي والاولي والاخير، لانه اذا كان برك الاقتصاد او انهار، وبالتالي ينهار المجتمع ويدخل في حالة الفوضى اللي حشتهم بها الإرهابيين للسيطرة وبسط النفوذ وتقسيم البلاد.